السلام عليكم. اليوم نعرفكم بالدول المدانة في العالم اللي عندها ديون كثيرة في العالم، ونقارنها فيما بينها، يعني شكون الدول الأكثر إدانة والأقل، ويعني خطر العجز عن سداد الديون. إذن نروح نشوف الدول. هنا عندنا باللون الرمادي هي الدول اللي ما عندهاش خطر للإدانة. ونزيد نوضح واحد القضية مهمة جدا، أن بعض الدول المدانة مثل جارتنا في الغربية يقول لك احنا الديون مش مشكل، بما أنه حتى يعني الدول الأوروبية الغنية عندها ديون، مثل أمريكا عندها ديون، دول أوروبا عندها ديون، إذن احنا ما عندناش إشكال بيسك رانا يعني نفس الشيء كما هذه الدول الغنية. لكن الفرق الشاسع بين دولة مدانة من عالم الثالث ودولة أوروبية ولا أمريكا هي الديون تاعها، عندها ديون داخلية لدى بنوك وطنية، يعني البنوك التي تدين هذه الدول هي بنوك تابعة للدول نفسها. لدى الدول يعني في أوروبا ديون تاعها منحصرة في البنوك والمؤسسات الأوروبية. إذا قضية السيادة لا تطرح قضية السياسة، ما عندهاش ديون لدى بنوك خارجية لما تتحكمش فيها. إذا مشكلة السيادة يبقى مطروح وبحدة بالنسبة لهذه الدول اللي عندها ديون، مثل الديون اللي هنا الدول هذه اللي رانا نشوفوا فيها بالالوان. اذا هذه هي الدول اللي عندها خطر، تقع في الخطر وعندها مشكل نتاع فقد السياده تاعها، لان البنوك المدينه التي تدينها هي بنوك خارجيه وليست لها اي يعني سيطره على هذه البنوك. إذن سيادة تاعها هي في أيادي خارجية، وهذا هو الرمز نتاع السيادة. يعني سيادة تاع أي دولة إذا كان تسال لها بنك خارجي فهذا مشكل، أما أن يسالوا لها بنوك داخلية تبع البلد نفسه هذا غير يعني لا يعتبر مشكلا. إذن هذا هو ما نلاحظه في هذه الخريطة، أن يعني من أكبر الدول المدانة هي الولايات المتحدة الأمريكية، لكن هي راهي باللون الرمادي، يعني داخلة ما عندهاش خطر على السيادة تاعها، ما عندهاش خطر، لأن البنوك التي تدينها هي بنوك أمريكية في حد ذاتها. ونشوف أن يعني الجارة الغربية هي في خطر سداد الديون أولا، وكذلك في خطر ضياع سيادة تاعها، ما عندهاش سيادة. إذن هذه هي، وتقع في المرتبة يعني ما بين يعني الخطر، نسبة الخطر هي ما بين 21 و30%، يعني نسبة خطر تعتبر متوسطة مقارنة ببعض الدول الأكثر عرضة للخطر، هي مصر وتونس وغانا وباكستان وأوكرانيا والأرجنتين والسلفادور، هذه الدول الأكثر يعني خطرا بالنسبة في العالم بالنسبة يعني الوقوع في العجز عن سداد الديون. إذن هذه هي الوضعية نتاع البلدان التي تخضع إلى ديون. ونلاحظ بالمناسبة أن الجزائر عندها صفر ديون، لا داخلية ولا خارجية. إذن الجزائر عندها إرياحية كبيرة وهي سيادتها في يدها، والحمد لله أننا من الدول السيادية في قراراتنا السياسية والاستراتيجية، ليست لدينا حتى واحد ما يسالنا. إذن كما قالها رئيس تبول، لساننا يجي يخلص. هذه هي، نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم.